حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج قصة الدار، ومساكم الله بالخير. مثل ما عودناكم نسولف لكم قصة في كل حلقة من حلقات البرنامج. اليوم قصتنا تخص ضيفنا. بيوم من الأيام هاشم القرعة وسير لصاحبه، فصاحب عنده ناس هواية مسيرين عليه، فقعد هاشم القرعة وعلى الفراش سلم وقعد. فصاحب التهى ما قال له مساكم الله بالخير. هاشم القرعاوي انغث من الموقف، فكان اكو باكيت جقاير قدام هاشم القرعاوي، سحب الباكيت وكتب بيد دارمو وخلاه جوا الفراش. وقام هاشم القرعاوي فكتب بيد دارمو وقال بيه: يا معذب الديوان متغير الاطباع، مساكم الله بيش للمثل تنباع. هذا ما رواه لنا الشاعر والمبدع هاشم القرعاوي. تعالوا معنا نستمع الى ابداع ودارميات هاشم القرعاوي. لليوقع الله نقول، لليوقع الله نقول، ونقوم يا صاح، بس ايش تريد تقول للبلع عشق طاح. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومتابعي برنامج قصه الدار، ومساكم الله بالخير. عدنا عليكم من جديد بعد ان روينا لكم قصه رواها لنا الشاعر والمبدع هاشم القرعاوي. اهلا وسهلا بك هاشم. تهلا في دموعك سيدنا بعد عمري سيدنا. الله يخليك، الف هلا بيك. تهلا في دموعك على غالي سيدنا بعد عمري. اهلا وسهلا بيك، شرفتنا ونورتنا الشرف اليوم. الشرف سيد، نور بوجودك سيدنا بعد اهلا وسهلا بيك. تهلا في دموعك سيد. في بدايه الحلقه رويت لنا قصه ونسمع منك قصه ثانيه، ولكن قبلها نسمع هويه هاشم القرعاوي. خدمتك سيد. والله سيد الابيات كلها اعزاز، بس اكو بيت حبيت الناس. نعم. يقول بين الله بين هواي، اها، بين الله بين هواي دلال محتار، يا اهل افرط بيه يشمرني بالنار. الله 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 الله. نسمع منه قصه ثانيه. خادم سيد، سيدنا قصه دارمي. اكو شاب يحب لبنيه. نعم. كل ما يتقدم يطلب ايدها من اهلها يرفض ابوها لسبب او لاخر. زين. فتقدم طلب ايدها مره اثنين ثلاث مرات، ابوها يرفض. فبعد المره الثالثه تعرف الشوق يغلب. اها. اي فدخلت البنيه لا تقدر تقول لابوي انا هذا اريده. اي فقالت لبيت دارمي، قالت له: ما تطي ايد ادريك. اها. ما تطي ايد ادريك بس عندي لك راي. الله. ما تطي ايد ادريك بس عد لك راي، قصي دخلها وياك وانا اطني لهواي. الله عليك سيدنا. الله 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 يحفظك سيدنا. هذه القصه والبيت من الموروث؟ هذا البيت الي والقصه حقيقيه. ها. الله يحفظك سيدنا. نسمع منك دارميات. دارميات حزوره ما تنقال، دقت زماني. حزوره ما تنقال، دقت زماني، ريل الفقر مو طول بالعرض جاني. الله 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 عليك سيد. اللي ما عنده عذرة وياه، اللي ما عنده عذرة وياه لو خال ردك، اللي ما عنده عذرة وياه لو خال ردك، وتردني يا رب ليش وانا ادري عدك. الله الله عليك سيد. الله. لا تخص يا هجان، لا تخص يا هجان، وتورج باسرار، ورج الشارب كون من ماي البيار. الله. عيد هذا البيت. لا تخص يا هجان وتورج باسرار، ورج الشارب كون من ماي البيار. الله عليك. الله يحفظك سيدنا. خسروني ربعوين، خسروني ربعوين من طيبي يلقون. ما انلقى مثلك. الله يحفظك سيدنا. خسروني ربعوين من طيبي يلقون، اسم الله قله طاح حتى من العيون. الله الله يحفظك سيدنا. جربها مره وغيب، سويها مرة وغيب عني انت وتهوم. أه. وتعرف مع استكراح من قد نشدهم. الله الله عليك سيدنا. الفزاعة موش تخاف. أه. الفزاعة موش تخاف من هالعصافير. الفزاعة موش تخاف من هالعصافير، اللي حطاها ضيج عين ما تاكل الطير. الله. عيد هذا البيت. الفزاعة موش تخاف من هالعصافير، اللي حطاها ضيج عين، اللي حطاها ضيج عين ما تاكل الطير. الله الله. هاشم القرعاوي. نعم سيدنا. ما الذي يمنعك من الظهور الإعلامي؟ والله سيدنا الأسباب هواية، لكن أكثر سبب انه انا كتبت الشعر لقضيه ذاتيه، واعتبر الشعر هو بوح
يعني معالجة ذاتية لنفسك لإرضاء الذات وإرضاء النفس. فكتبت الشعر الروحي، لكن بعد أنه شاركت الناس بهمهم والناس استعذبت الأبيات اللي أكتبها. تكتب القصيدة لك لو للجمهور؟ والله القصيدة أكتبها الروح حتى تكون صادق مع نفسي ومع الآخرين، أكتبها لنفسي، لكن وعي جمعي أكيد تناغل الناس، سواء قصيدة أو سواء دارمي، كل الألوان اللي أكتبها أنا أو الشعر اللي أو الدارمي. خلنا نحصر السؤال. نعم، الدارمي تكتبها نفسك أو للجمهور؟ الدارمي هنا يختلف سيدنا، لأن الدارمي وليد الموقف، وليد المواقف، فمرات موقف وياك جذب بكل مصداقية، ومرات الموقف تشوفه قدامك سيد هم جذب بكل مصداقية. فالشعر عبارة عن كاميرا سيد. كاميرا. شنو السبب اللي منعك من الظهور؟ والله سيدنا أنا أكو واحد هو يروح للإعلام، انظلمت إعلاميا. أنا والله سيدنا بوجودكم وجود خيري مثلكم، فإن شاء الله ماكو شاعر مظلوم. مرات الشاعر هو عنده يعني وجهة نظر خاصة بي أو ظروف يعني معيشية وكذا تمنعه من الظهور. الله يسهل عليك. الله يحفظك سيدنا. قدول قلبك. أفرح صديقي يطيح. ها إيه ليش؟ أفرح صديقي يطيح وطش ضحكتي يا سيد. أفرح شنو مناقضة هاي؟ إيه أفرح صديقي يطيح وطش ضحكت مو منها عيني يطيح كون على عيلتي. الله الله الله، عيد هذا البيت. أفرح صديقي يطيح وطش ضحكتي مو منها عيني يطيح كون على عيلتي. إيه والله. الله يحفظك سيدنا. لا تكره التابوت، لا تكره التابوت من مال عازه. شوف ايش معزه يصير وقت الجنازه. الله الله عليك سيد. ها شف دق الباب، ها شف دق الباب، ها رد شينك للبعيد. ها شف دق الباب، ها رد شينك، ها رد شينك يا القطع بس تراب تترسها عينك. الله لحظه سيد. لا مزنة لا مزنة لا مرغيم، لا مزنة لا مرغيم مصح يا دنياي. الله. ريحة مطر شميت يمكن بشهواي. الله الله عليك سيدنا. هل تجد الدارمي مثمر في الساحة الآن؟ والله سيدنا أنا أعتبر يعني وجهة نظري الخاصة الدارمي مثمر وبشدة الآن بهذا الجيل، يعني أعتبره شجرة أو نبتة مثمرة بكل المواسم. ما تمر موسم قيض وتقطع. والدليل سيدنا دائمة الخضرة، دائمة الخضرة سيدنا. والدليل بنص هاي العولمة من النص المفتوح والنص العمودي والألوان الشعرية الهزوجة الأبوذية، تشوفها شق وطلع وأكو رباط يقول لي الحرب والشق وتعور ما تنضم بيجي. حقيقة أنه على هذا الموضوع على الدارمي، كل البلدان وكل الطوائف وكل الشعوب تكتب شعر، إما شعبي إما فصيح. وكل الشعوب عندها لغات شعبية وعندها فصيحة، ولكن الدارمي موضوعنا على الدارمي. كثير من الشعوب يكتبون الدارمي، العفو يكتبون الشعر، ولكن ما لقيت بغير هالبقعة المباركة المدينة المعطاة الديوانية والفرات الأوسط والجنوب أنه يكتبون دارمي. هذا اللون انحصر فقط بالجنوب. نعم. فقط بهاي البيئة. وحقيقة كنتم شجرة مثمرة. الله يحفظك سيدنا. وأنتم المعطاء. الله يسلمك. أسمع منك بعد دارميات. دارميات سيدنا. تشبقني ما خليك، تشبقني ما خليك وتبين جفاك. الله. تشبقني ما خليك وتبين جفاك، شما تخاف وتقول ها قاطع وياك. الله. الله عليك سيدنا. الله. لليوقع الله نقول، لليوقع الله نقول ونقوم يا صاح. بس اشتري تقول للبلع عشق طاح. الله الله عليك الله. سيدنا. شي قلت لحبك حيل، شي قلت لحبك موت هالشالة خشمي. اي والله سيد. شي قلت لحبك موت هالشالة خشمي، والعاشق المفروض ما يطل ازمه. الله الله. شقد النفس ينهان، شقد النفس ينهان، شي دومه ينجار،
شقد النفس ينهان شي دوما ينجار وانت بكرامة تفوت برية تفتار. الله 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 عيد هذا البيت. شقد النفس ينهان الله شي دوما ينجار وانت بكرامة تفوت برية تفتار. الله 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 يحفظك سيدنا. هاشم القرعاوي ظهرت في فترة معينة بالساحة وحقيقة خليت بصمة. الله يحفظك سيد. وغبت عن الساحة بهاي الفترة، شنو السبب؟ والله سيدنا مثل ما أنا هو في بداية الحلقة الأسباب متعددة، مرات شاعر تأخذ المعيشة تأخذ ظروف، مثلا هو شاعر كإنسان وكيد يمر ظروف متعددة، فهي الظروف تنعكس على كتاباته وعلى تواصله. اي فاخذنا يعني اخذ الدنيا تاخذ ظروف غير ظروف ساحه وشعير وكذا الامور. والله يا اكو ظروف خاصه. لا لا مو ظروفك الخاصه. نعم انا عاذرك بالظروف الخاصه. اي والله سيدي. بس اكو ظروف اعرفها يعني تريد تجاوبنا عليها. والله سيدنا بالنسبه يعني مرات نشوف هسه احنا سيدنا واغلب الناس بالوسط يشوفون الوسط يعني 60% سيدنا الوسط مريض كلش. تعبان الوسط والله سيد. اكو هواية طوارئ على الوسط ودخلاء هواية على الوسط، يعني اساءوا لكل الالوان مو بس للدارمي سيدنا، للقصيده وللعبوديه للكذا، يعني صارت هجمه. صار الشعر لكل من لهبه ودب. بس انتم يعني السبب. صار تعلوم سيد الشعر للاسف مو موهبه. انتم السبب. والله سيد احنا برقابنا الذنب الكبير يعني. ليش ابتعدت؟ يعني هواية ترفعت ناس لكن شافت انه بترفعها تحت المجال لغيرك. اذا انت السبب. اي فجوه. أي. انا اقول لك ترفعت اغلب الناس واغلب الاهل للشعر ترفعوا واعتزلوا يعني زين من اعتزلت خليت المجال للغير. انا اقول لك ذنب، هذا ذنب، ذنب برقابنا يعني لو وان شاء الله يتعالج. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. خلينا نسمع ان شاء الله. خلينا نسمع دارميات بعد. دارميات مر بالكذب لو طيف. مر بالكذب لو طيف سكت ونيني. الله. كل ساعة تجي على البال كا ما تجيني. الله الله. ما أعثر بممشاي. ما أعثر بممشاي هذا أنا طبعي. الله. ما أعثر بممشاي هذا أنا طبعي بس طحت كيف ريت عين على ربعي. الله. للبعيد طبعك طبع دينار ما تعرف العيب. طبعك طبع دينار ما تعرف العيب تتصرف وكل ساعة صاير لك بجيب. الله الله, الله عليك سيدنا. يا هاشم القرعاوي الله عليك سيد. دومك غميج اطباع. اي دومك غميج اطباع مو قيش ندريك يوسف غريجي يموت لو من شمر بيك. الله الله الله, الله سيدنا. الكثير من حاربك في مجال الدارمي، شنو السبب؟ والله سيدنا هو مو محاربة لكن أنا جيت بفترة صعبة. ها. فترة نص أنا مدينة الدغارة، أنت ديوانية مدينة الدغارة، فمدينة ولادة بهذا اللون. نعم. ولها إرث وما زالت مستمرة، فأجيت بنص عمالقة يعني جيلي والأجيال السابقتنا، فجيت بالصعوبة أنه تطلع أنت، صعوبة تحصل لك فرصة، المنافسة شريفة سيدنا. ها. لكت بنص هاي الجبال يا دوب تثبت روحك. أكو حاربوك. والله سيدنا أنا حاربتني الناس البعيدة. شو تقلهم؟ هم والله سيدنا. ها. هو واللي يقولون ما يثبت غير الصح. ها. والشمس ما تنسد بغربي سيد. من هو اللي بجيلك هسه؟ والله إذا جيل نحسب على 10 سنوات ف يعني تقول عليهم اجيت بهذا الجيل. انا جيلي سيد ساجي المحنة. الف تحياتنا. تحياتنا سيد ساجي، تحياتنا لسعد الجنابي، تحياتنا له ابراهيم الكوفي، تحياتنا له ستار الزلزلي، صالح العتابي، يعني ذولا سابقيني بس لكن من حسب الجيل انهم جايلهم انا من جيلي. احمد مهلي الشباني وكثير من الشعراء يعني. خاف ننسى واحد. اي ونخضر من البقيه. دخلتك دخلتك مازن الزلزلي ابو حيدر. دخلتك بمطب بالاسماء. اخاف. اي وكثير من الاسماء. الله يسلمك. ناخذ فاصل ونرجع. يا سيد الخدمه. نعم نعم اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم. تنكرني وانا وياك جاسم رغيفي. تنكرني وانا وياك جاسم رغيف رقدت حتى فراش كوسر مضيفي. ما عدي بس غربيل
ما عندي بس غير بيل وشلونك بهاي وبكوخ شبت نار بيش انقض الماي مر لو تجيها بطيف وحدة من الاثنين مر لو تجيها بطيف وحدة من الاثنين بحضرة نبو معصوم ما سكتت العين. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا إليكم من جديد مع شاعر والمبدع هاشم القرعاوي. أهلا وسهلا بك من جديد. لهلا تدموعك سيدي. الله يخليك. الله يحفظك سيدي. حقيقة ذهبنا عن المشاهدين فاصل بسؤال ونرجع بدار مياتك. فذول قلبك سيدنا. اللي قلت نص الدين يكمل وياه. يا الله أنا أدعي لك من أيوة البرنامج كنت الزواج. الله يحفظك سيدنا. اللي قلت نص الدين يكمل وياه انزفت لغير وتاه دين ببراه. ويلاه ويلاه غصب زفوه راح لأريده. ويلاه. أي والله سيد. ويلاه غصب زفوه راح لأريده كان على صوتي نام هسه على إيده. الله. غمضت من مرة ترد لا تجيني. غمضت من مرة ترد لا تجيني من كثر ما مملوح حرقتنا عيني. الله الله. من ريحة عزرائيل وسط النفس داس. إيه من ريحة عزرائيل وسط النفس داس وسالفت عن الموت ثلث أربع أنفاس. الله الله. طاسر دصير بكوز يم حجرة هواي. طاسر دصير بكوز يم حجرة هواي وكل ساعة ذوق شفاه من يشرب الماي. الله الله عليك. كل ما خطبين هون شايمت نلتيم. كل ما خطبين هون شايمت نلتيم قمت اكره من الصار كل طارب عين. الله الله يحفظك سيدنا. الله. هاشم القرعاوي انت من جيل الشباب. نعم. اين تجد الشباب في هذه المرحلة؟ والله سيدنا الشباب يجدون الدارمي. واكو ناس هواي كانت دخيلة على الدارمي لكن من الشباب اقرا لك واللي نعم. هم جيلي تجدهم في هاي المرحلة. اي نعم تفضل. ابراهيم الكوفي تحياتنا للشاعر ابراهيم. يقول عنده واقول لك هاك ما افرح يجوز. استلذ منه الطيق وانا وبكت عوز. الله. ساجد المحنة يقول سي ساجد يقول ويلقب لشنج توم شابيها شلي السجادة فرها عليك يمه من اصلي. الله الله. احمد مهلي الشيباني يقول احايا نار شفاك ما تطفي بشطوط. الله. شا حرقة ابراهيم لو بيها محطوط. الله. سعد الجنابي يقول حط نجله بيا وروح يا رايد تروح. مالك وجه مكروح وتكرهك الروح. الله. مازن زلزلي ابو حيدر يقول ذبوني والمذبوب يترجش يليه. الله. هيك النشيط يصير من يقضى حيله. الله. صالح العتابي يقول بالسما وما حطيت مو هينة عدي. وشلون احط والقاع مو شعله قدي. وكثير من الشباب ويعذرون اخوتنا وناسنا. طبعا الديوانية والدغارة القائمة تطول بالقراءات لهم. الف تحية لكل من ذكرتهم. الله يحفظك. هاشم القرعاوي قالوا هاشم شاب وهذه الكتابات لا تناسب عمره بل كان من السراق للمورود. والله سيدنا أنا أتشرف إذا هذا الحكي هو انقال سيد. أنا أنقل لك ما يقال بالشعر. إيه؟ أنقل لك ما يدور عند الجمهور. إيه؟ انقال أنه بعض الأبيات وأغلب الأبيات نسبة للموروث. أبياتي. أبياتك نسبة للموروث. وقالوا هذا النفس مو نفس شعبي. أنا أتشرف أتشرف الله يحبني أنه أنا أبياتي النسب للموروث. الموروث موروث جزيل. موروث مدينة أبيات قوية. فأني لي الشرف أنه أبياتي تنسبوها للموروث. لي الشرف لكن هي أبياتي. شنو السبب اللي خلوا يقولون أنه هذه الأبيات لا تناسب عمر هاشم؟ سيدنا مو امتداد. أنا ما جيت امتداد للكثير من المبدعين. نعم. من الرواد في هذا اللون. فأكيد أنا متأثر بكتاباتهم. فأكيد أنا الأب يطلع لوالده. والنعم منك ومن والدك. الله يحفظك سيدنا. أسمع منك مساجلة. مساجلة سيدنا مساجلة عن فلسفة الكرم. أنتم أهل الكرم. الله يحفظك. الله يسلمك سيدنا. يقول مازن الزلزلي أبو حيدر يقول فشلة من أقول لك هاك. فشلة من أقول لك هاك معناها أطيك مد إيدك علي يا أبو أخذ اللي يكفيك. الله.
رديت عليه قلت له حافعتن المعتاز من تكرم تريد، حافعتن المعتاز من تكرم تريد، وبجيبه حط له وموش تتنايم الديد. الله. فرد ابراهيم الكوفي يقول يمديده ما خليه، يمديده ما خليه ولا حط له بالجيب، يمديده ما خليه ولا حط له بالجيب، تطلبنا قلت له وهاك دينك بطه وعيب. الله الله. رد سعد الجنابي قال عيد هذا البيت. اي ابراهيم يقول يمديده ما خليه الله ولا حط له بالجيب، تطلبنا قلت له وهاك دينك بطه وعيب. رد ابو احمد لذات المقام. اي رد ابو احمد سعد الجنابي يقول لا قل له تطلب هاك، لا قل له مني من جيبك المفتوق طاحن هذني. الله عيد هذا البيت. سعد الجنابي رد يقول لي قال لا قل له تطلب هاك، لا قل له مني من جيبك المفتوق طاحن هذني. الله الله. رد علي جبر قال من جيبه شنه يطيح، من جيبه شنه يطيح، ما عد عانه من جدك المرحوم ضم هنا امانه. الله. اي فختمها سيد ساجد قال كل الحكي اللي قلتوه، بكل الحكي اللي قلتوه قللت قدره، بحجه بخيت انطيه ورده في نذره. الله الله. تحياتنا لكل الشعراء اللي سجلوا بيناتهم. الله يحفظك. حقيقه انتقل للموروث وياك. الموروث الراحل والاستاذ ثار شريف يقول ردتك تقل للباب هيك وتجيني. اها. ردتك تقل للباب هيك وتجيني حتى بدمع ملقاك تغسل لعيني. الله. بدر لطيف الدغاري يقول لا ناس ظلت ناس لا دهر كواك، لا ناس ظلت ناس لا دهر كواك، الكل تقل لك جيب ما مش بعد هاك. الله الله. كريم الأحسم زعل وي زوجته وطال الزعل، فبعد فترة اجى دق الباب. اي فدق الباب ما يفتحوا للباب، قالهم زوجته قال لها نص ساعة دق بالباب ما تفتحونه. الله. نص ساعة دق بالباب ما تفتحونه، ما تفتحونه هيك العزيز يصير من تكرهونه. الله. فردت عليها قالت له اسمع اسمع تدق بالباب ما بيردها. اي قالت له اسمع ترد اسمع تدق بالباب ما بيرد، ما بي ما بيردها ملتهيش البدروح قلبه وشواياه. حقيقه مسجله رائعه، وتحياتنا لكل الشعراء اللي سجلوا بيناتهم، كبار بالمسجله وكبار بالدارمي، الف تحيه لهم. تحياتنا لهم. اسمع منك بعد دارمي لك. اي سيدنا في خدمتك. أم كامو شعله هواي، أم كامو شعله هواي، عقل ودليلي ويا روح مو حاجوز وي قلب ميلي. الله الله. لا كذب ولا قول غمازة عده. اي لا كذب ولا قول غمازة عده، لا زمزم مخليه الله على خده. الله الله. قبل أن ننتقل لفقرة المجارات. نعم. سن نفسك سؤال وأنت أجب عليه. والله سيدنا أنا تمنيت تسألني ما رأيك بالمهرجان دارم الديوانية، فهذا السؤال أسأله لنفسي، يعني ما رأي مهرجان دارم الديوانية وكيفية يعني إجراءه والمقيمين على هذا البرنامج. والله يا سيد يعني الحقيقة مرة كلهم اخواتنا القائمين على هالبرنامج، لكن كل سنه بنفس السياق انه يحطون المبدعين وتعالوا اختبار، انه انت ما تصعد الا تختبر ابياتك واسماء واصله الشاعر. شعر مو 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 مسابقه، مو يعني منافسه شريفه وليست تقييم شعر. شعر ما يتقيم يعني بلجنه وكذا، هاي مشاعر سيد، مشاعر هاي ما تتج... فاقصى وهواي مبدعين من هاي المنصه، واكيد سيدنا بس يظلم هذا المهرجان، يبي مظلوميه سيدنا وبي محسوبيه هذا المهرجان، و اخذ من الديوانيه مو كثر ما انطى الديوانيه، اخذ من الديوانيه ما انطاها سيدنا بتسميته وكل تفاصيله. شلون تسميته؟ تسميته سيدة دارمي الديوانيه ومملكه الدارمي الديوانيه. مملكه ليش فعلا سيد احنا مملكه. اي لكن
لو الاختيار سيد أساء للقصيدة وأساء كل الألوان. شياع الاسم قصدك؟ شياع الاسم، وإحنا نعاني سيد من هاي المعاناة يعني أكثر من حلقة. شو يسمونه؟ سيدنا ممكن هواية تسميات سيد. هواية تسميات يعني بعد يعني ممكن يسمونه باسم رامز مثلا يحتفون به كل سنة. حلو. أي يحتفون به كل سنة مثل ما وايد محافظات عندها مهرجانات تحتفل برموزها، برمز بهذا اللون عندنا وايد رموز. زين، والمهرجان انه ظلم هاشم القرعاوي؟ انا ما احكي عن نفسي سيدنا، يعني انا ما دافع بحقي، حقي تعرفه الناس سيدنا. ظلم جيل هاشم؟ ظلم، هواي ظلم سيد، هواي اكو اسماء واثقه من نفسها وعندها سيدنا. بس اضاف هذا المهرجان حسب اطلاعي انا يعني. سيد اضاف لشباب، اضاف للديوانية، اضاف في النسخه الاولى والثانيه، اضاف هواية. المهرجان سيدنا وصل الخمس النسخه الخامسه، فانا اقول لك يجوز النسخه الاولى والثانيه طلع اسماء لكن بعدها صار. هسه انا خليت لك انك تسال نفسك وانت تجاوب. بس انا بوجهه نظري المهرجان اضاف. احترم وجهت، اضاف احترم انا احترم وجهه نظرك. الله يحفظك. سؤال لك والجواب لك، والحلقه كلها انه انت تجاوب وتقرا مو مشكله، بس انا بوجهه نظري المهرجان أضاف كم نسخة سيدنا؟ أضاف للديوانية، أضاف للدارم الديوانية، أظهر إرث من هاي المدينة. أنت شو تقول؟ أكيد سيدنا، لكن مكة دراب شعابها سيد، فأنا متورج على القضية. أي سؤال فيني؟ عن قرب يعني سولفت لك سيدنا. أي والله الحقيقة مرة سيد. أي بعد خلنا نسمع أكثر من هاي الحقيقة. هي هاي سيدنا الحقيقة مرة ونوهت عليها هواي. والله نوب نعور بالحكي وتزعل الوادم علينا. تحياتنا لهم وكلهم اخوتنا. تحياتنا للشعراء القائم. انا طبعا مع مهرجان دارم الديوانيه مو وياك انا. ها هي سيدنا الاختلاف الود لا يفسد الاختلاف برا لا يفسد القضيه. الله الله يخليك. وصلنا لفقره المجارات. اي سيد، في الحلقه السابقه كان ضيفنا الشاعر ميثاق الزيداوي. تحياتنا له. فترك بيت للمجارات. نعم. يقول بالبيت شتله وجديده بقاع وبيها الهوى يهز اي والملح من كل صوب ويتعمد ينز. قلت له ريح الله ما ترضاش يثبت عرقها. مجارات. اي ريح الله ما ترضاش يثبت عرقها والملح يصعد قام واتلف ورقها. الله. اي تالانا عد فلاح ما يشتلي بشوك. الله. شاتن بالمقلوب خلى الحذر فوق. الله. ايش تترك بيت مجارات للضيف اللي بعدك؟ اترك احجاره ولها عيون صرت بجفا هواي. الله. احجاره ولها عيون صرت بجفا هواي وطحت بدرب ما بيه كل رايح وجاي. الله. الله عليك. حقيقة كنت ضيف مميز وممتع. الله يسلمك سيد. وخفيف الظيل. أنا أشكرك وأشكر صراحتك. الله يحفظك يا سيد. وأشكر واقعيتك. الله يسلمك. حقيقة كنت صريح جدا. الله يسلمك. شكرا سيدنا. لهذه الصراحة. تدوى قلبك. أنا أحب أشكرك سيدنا وأذكر القائمين على هذا البرنامج. الله يخليك. الدارمي والكادر والقناة الطليعة على هذه الدعوة. إلى هنا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة الدارمي. انتظرونا في حلقة جديدة ومبدع آخر من مبدعين الدارمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. شكرا جزيلا. الله يخليك.